إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين وهذه الأمة أجمعين وهذه الأمة أجمعين. إخوتي أيها الشباب الصالحون أيها المؤمنون، مجلسنا هذا هو الثلاث في سلسلة مجالسنا نتحدث فيها عن المنهاج النبوي دين الإيمان، نعقله في هذا اليوم المبارك يوم الأحد 17 من شهر جماد الأولى من السنة الثانية من 15 قرن التجديد والخلافة على نهاية النبوة إن شاء الله. موضوعنا هذا من مواضع المنهج النبوي في دفع الله الناس بعضهم ببعض في واجب الجهاد والتحرك في واجب الاستجابة لداعي الله عز وجل. مجلسنا الأخير كنا قرأنا سورة الأنفال، الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقفنا عند قول المفسرين إن الذي يحيينا هو الجهاد، جاء هذا الاستنهاض الإلهي بما يحيينا هو الجهاد في سياق الإخبار الإلهي عن غزوة بدر وما فتح الله فيها على المسلمين من نفس، كان فيها إخراج، كان فيها تردد في المؤمنين، تردد وخوف وكراهية بلقاء العدو. قال الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لأنه كانت هنالك بعض كراهية لقاء العدو، استنهض الله الهمام همام أولئك الجيل الصالح الجيل القرآني، وهي منا جميعا عبر القرون استنهض الله همامنا للجهاد. قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم. إخوتي، في مجلسين قبل اليوم كنا تحدثنا عن أن الأمر نداء من جانب الحق سبحانه وتعالى بلغنا على لسان نبيه الأمين، وأن الأمر بعد النداء استجابة منا، وألححنا على وجوب تثبيت أقدامنا على الطريق المؤدية لمرضاة الله، نسمع ونستجيب ونطيع كي لا تطغى علينا النداءات الأرضية والنفسية الشهوانية والفكرية الضالة، لكن النداء والاستجابة لا يتمان في هدوء وسكون
إن الإنسان في عصرنا اليوم معرض لما يمكن أن نسميه بالتلوث الفكري وباللغط الإيديولوجي وباختلاط الأصوات والنداءات، صراع على مستوى الفكر، على مستوى الخطاب، على مستوى الإعلام، كل يدعو إلى حزبه. وكل يعرض بضاعته، فيجيء النداء الإلهي: فلا تكاد بعض الآذان تسمع، فإن سمعت فإنما تسمع كلاما من كلام، لا تسمع كلام الله. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لا شك أن المشركين يسمعون الكلام لكنهم لا يعتبرونه كلام الله. فإن حدث وطرأ عليهم فهم عن الله سبحانه وتعالى وتعظيم لأمر الله عز وجل واعتقاد بأن مصدر النداء هو جانب الحق سبحانه وتعالى، يكونون عندئذ يسمعون كلام الله لا كلام محمد لا كلام بشر من البشر. صراع على مستوى الخطاب والنداءات كار، وصراع آخر على مستوى الواقع تسلط حكم جبري. مساجد يمنعون أن يذكر فيها اسم الله، شريعة معطلة، اضطهاد، قتل، سفك، المسلمون مشردون محاربون. فإذا ينبغي ألا نفهم أن الاستجابة للنداء الإلهي سيكون هينا وسيتم بلا صبر وبلا تحمل وبلا مدافعة من خصم والعدو. الاستجابة تكون بجهاد لكي لا تختلط علينا الأصوات والأفكار، جهاد دعوة وجهاد فكر وجهاد صراع مع الإيديولوجيات والفلسفات والإلحاد، ولكي يقف الإسلام على قدميه ويثبت في أرض الواقع ويفرض وجوده، جهاد سياسي، جهاد لتبليغ الدعوة للشعب، جهاد تأسيس قاعدة في الأمة تتعاطف وتساند وتؤيد الدعوة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحزن: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أو في قراءة أخرى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع صلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من ينصر الله؟
من الذين ينصرون الله فينصرهم الله. تفسير الآية: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، كما رأينا إخراجا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا للمؤمنين كارهون. هنالك إخراج بتدبير إلهي، خروج للقاء العدو، وهنا إخراج من الديار. هذا عندما أخرج المؤمنون من مكة فهاجروا للمدينة، فبأنه وقع عليهم الظلم أذن الله لهم بالقتال. من يتهمون الإسلاميين بأنهم إرهابيون يفترون الكذب على الإسلام، فالإسلام ينهى عن الفتنة، لكن إن وقع علينا ظلم دافعنا عن أنفسنا، سيما إذا كان الظلم صادرا عن كفرة فجرة كما هو الشأن اليوم في أفغانستان وكما هو الشأن في سوريا، ندافع عن أنفسنا. فالإذن بالقتال جاء بعد الإخراج من الديار وبعد الطرد وبعد التعذيب، ولم يكن هذا الاضطهاد اضطهادا اجتماعيا، لم يكن الجيل الذي نهض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال العدو تحفيزه وتحدوه النعرة القبلية أو الانتفاخ الطبقي، وإنما أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. كان الصراع يدور حول العقيدة، قوم وحدوا الله فتحرروا من عبودية البقر، وقوم يريدون أن يحتفظوا بسلطانهم وهيمنتهم على المستضعفين فجحدوا وجود الله، فجاء التوحيد، جاء الإسلام فيصلا بين الحق والباطل، ففصل على مستوى العقيدة كما فصل على مستوى السياسة وعلى مستوى الاجتماع. إيمان مقابله كفر، ملأ المتجبر متكبر يستضعف المسلمين ويستضعف الناس أجمعين، يقابله جماعة تريد أن تنصر الله، ونصر الله فيه نصر دينه، ودين الله يأمر بأن الناس تواتية كأسنان المسك. ثم فصل اقتصادي اجتماعي، كان الملأ المتجبرون من قريش يجمعون بين السلطة السياسية وبين سلطة المال، وهكذا في كل عصر فالمتجبرون يأخذون زمام السلطان فبه وبواسطته يستحوذون على خيرات الأرض وعلى أرزاق الناس. أرأيتم الإذن الإلهي للقتال، النداء الإلهي للجهاد، ما جاءنا ونحن في فجوة من جميع أمور الدنيا، ونحن في عزلة عن العالم، في خلوة نسبع في أو نحوقل في أركان المساجد، وإنما جاء أولئك الجيل الصالح ويجيئنا اليوم، فخطاب الله طري يتنزل على قلوب المؤمنين في كل لحظة، وعندما يقرؤون كلام الله يجيئنا خطاب الحق ونداؤه بالجهاد وإذنه بالقتال، ونحن وسط المعمعة وسط المعركة، ومن حولنا الأعداء والخصوم والمكر
والتدبير السيء. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الصوامع للرهبان، البيع اليهود، الصلوات الكتاب، المساجد المسلمين. انظروا كيف ذكر الله تعالى الأمر بالمحافظة على الأديان عقب إذنه بالقتال. فالذين يتهمون المسلمين بأنهم متعصبون، تعصب ديني، تزمت، يفترون على الله الكذب. قال الله تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض. ما خصص جماعة في عصر من العصور، الناس عامة. هذا قانون الله في الكون. الماركسيون يقولون صراع طبقي هو محرك التاريخ. ونحن لا نقارن علم الله تعالى ووحيه بكلام البشر، لا نقول كلام الله خير من كلام البشر، فإننا نستعين بالله عز وجل وبأمر الله إذا قارنا كلامه بكلام البشر. ولا نقول كما يقول بعض ضعفاء المسلمين من موقع الدفاع عن الإسلام، يقولون سبق الإسلام بأربعة عشر قرن وقال كذا وكذا. معاذ الله، كلام الله ثابت وكلام البشر. لكن اهتمام الناس اليوم هكذا، قلوا الصراع الطبقي هو محرك التاريخ. الله قال: ولولا دفاع الله الناس بعضهم بعض. فقرن بها ماذا؟ قرن بها مقاصد الشريعة كلها. ومقاصد الشريعة كما سبق أن قلنا في مجالسنا لا تقف عند إعادة توزيع الأرزاق وإعادة الإنصاف، وإنما تشمل تحقيق المقاصد الخمسة كما كنا قلناها. حفظ الدين أولا، أهم شيء أن نتهيأ لآخرتنا. حفظ المال وهو الإنصاف أن لا يكون ظلم. حفظ الدماء أن لا يكون سفك للدماء وتقاتل بين البشر وتظالم. حفظ النسل، حفظ النسل كي لا تكون فتنة في الأرض، كي لا يختلط الأنساب، كي لا يسوء الزنا. وحفظ العقل، حفظ العقل لأن العقل هي الآلة التي بها نلتقط، بها نلتقط الخطاب الإلهي، بها نتلقى ما أمر الله به عز وجل. فالإسلام يدافع لتحرير الإنسان من الظلم الطبقي، من الكفر والإلحاد، من الفتنة التي تسفك فيها الدماء، من اختلاط الأنساب حتى لا يعرف هذا من ذاك. ويجاهد المسلمون لتحرير الإنسان، كل الإنسان أيضا، من فتنة فكر حفظ العقل. لأنه إذا وقعت فتنة في الأموال هذا يصد عن الله، يلهينا عن عبادة الله. إذا وقعت فتنة في الدين يختلط الأمر على الناس. إذا وقعت فتنة في الدماء وسلوكات الدماء ولم يكن الأمن، هذا أيضا لا يتيح لنا أن نقبل على الله. إذا وقعت فتنة في الفكر كذلك. وكل هذه الفتن اليوم تجلية في مجتمعاتنا الإسلامية المسلمة، مجتمعات المسلمين المفتونة. فالجهاد الآن واجب أوجب ما يكون. كيف؟ بثورة، بفتنة، باغتيال سياسي، بقتل، لا، لا يمكن أن نحارب جاهلية بجاهلية مثلها. الفتن على هذه المستويات الخمس جاهلية، لا يمكن أن نحارب جاهلية بجاهلية أخرى. لكنه لا يمكن أيضا
أن نحارب الكفر بالصمت والسكون والرضا بما هو كائن والمسالمة والاستقالة الفكرية والسياسية والعملية بأي أسلوب نعيد حقوق المسلمين إلى نصابها بأي منهاج في هذا نتحدث ولا يمكن أن نقول كلمة ونقول هكذا سنفعل عن المنهاج نبحث أخرج عبد الرزاق والإمام أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والبزار وابن جرير وابن منذر طبراني والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لا يهلكن القوم فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية وكان ابن عباس يقرأها أذن قال أبو بكر فعلمت أنه سيكون قتال قال ابن عباس وهي أول آية نزلت في القتال هذا بدء القتال وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس الآية قال لولا القتال والجهاد فمن يفكر منا معشر المؤمنين أن الإسلام سينتصر دون أن تسفك منا قطرة دم دون أن يقتل منا مئات وآلاف دون أن نبذل الأموال والأنفس والمال دون أن نصمد في ساحة المعركة من كان يظن هذا ففهمه لخطاب الله وبسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مختلف قال الله تعالى في سورة بقرة عند ذكر طالوت وجنده ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض كان قتال طالوت ومعه نبي الله داود وهذه القصة تستحق منا وقفة أطول من هذه نرجع إليها إن شاء الله إن استطاع الله عز وجل الله تعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لأنه كان داود مقاتل كانت الأنبياء يجاهدون ولأنه بعد الأنبياء كان مجاهد بهذا وصل الإسلام إلينا وبجهادنا رضى الله عز وجل وبجهادنا يتجدد الإسلام لمن بعدنا نسأل الله تعالى أن يجعلنا سلفا صالحا لمن بعدنا كما جعل من قبلنا سلفا صالحا لنا بهم نتأسى وبمثالهم نحتذي إخوتي إن طبيعة الجهاد والأصنام الحسية والمعنوية التي يجب أن نجاهدها تختلف عما كانت عليه من قبل عصرنا هذا عصر انتصار الجاهلية عصر حافل بأنواع العراقيل والعقبات أجمل الله عز وجل لنا الأمر عندما قال للإنسان يخاطبه وأنت وأنا أخي هم ذلك الإنسان المخاطب فلاقتحم العقبة وفي تفصيل العقبة سنرجع إلى هذا مرارا إن شاء الله في تفصيل العقبة في فقه الواقع في فهم ما يجري في العالم سيتجلى لنا صعوبة الجهاد
وما يتطلبه من بذل وصبر، ومن ثم ما يتطلبه من قوة عزائم، فإن كنا نؤكد ونلح في كل مجالسنا على البدء بتربية الإيمان وتجديد الإيمان والنهوض بالعزم لطلب وجه الله عز وجل حتى يسترخص في سبيل الله كل غال ونفيس، إذا كنا نؤكد على هذا فلأن طبيعة الجهاد في عصرنا هذا تقتضي منا أن نكون على مستوى إيمان عالي، وإلا فإن الفشل ينتظرنا. إخوتي، إن التوجه إلى الله عز وجل بالعبودية وإخلاص العبودية له في عصرنا هذا يقتضي منا أن نتحرر من الانتماءات الجاهلية، هناك انتماءات قبلية، عنصرية، عرقية، حزبية، هناك انتماءات فكرية، ايديولوجية. قوم تشبعوا وأسعفوا في قلوبهم حب العشيرة والقبيلة، قوم استولى عليهم المذهب القومي، نحن عرب، وأظن العجم يقول أنا عجم، وذهب الإسلام قاتل الله قوميات قبليات تعصبات. هذه عقبات كأداء، اجتماعات قبلية حزبية عرقية طائفية، نعوذ بالله. هنالك من عراقل الغطرسة في الأرض والتكبر في الأرض. قال الله تعالى: ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض. وتأملوا، تأملوا كيف جاء الاستضعاف وأضافوا الاستضعاف والأرض. ما قال استضعفوا في سماء الخيال، استضعفوا في الأرض، مثل أرزاق، مسألة الظلم الاجتماعي، مسألة طبقية، مسألة مطرف يبيت على الحرير ومسكين يئن من الجوع والمرض والفقر والجهل. استضعفوا في الأرض، غطرسة في الأرض، ظلم طبقي، ظلم أسود. لا يكاد بعضنا يتحدثون عن هذه النقطة وهي أهم ما هنالك، فإنك إن جئت تخاطب عامة الناس المظلومين في حقوقهم الأرضية في أرزاقهم، إن جئت تخاطبهم الخطاب السماوي الذي ينادي بتحقيق العبودية لله دون أن تدعوهم أن يساعدوك لتحريرهم من ظلم المتجبرين المستكبرين في الأرض، فإن خطابك السماوي يذهب أدراج الرياح. غطرسة في الأرض، ظلام طبقي، ظلام قبلي، ظلام بعد ذلك سياسي، غطرسة في الحكم، استبداد، تدبر. ذهبت الشورى، أمرنا جعله الله لنا شورى، أين الشورى؟ ذهبت. الحكم المتجبر، الحكم المطلق. الله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله، إن الأرض لله، والأنظمة الطاغوتية تقول: الأرض لي، والمال لي، والحكم لي، والإرادة لي. إخوتي، في الأرض زيادة على الأفكار السائلة، أفكار الجاهلية التي تستعمل عقولنا وإرادتنا، هنالك واقع جاهلي يقتسم الأرض ما بين ليبرالية أمريكية هي في طور الاحتضار على مستوى الحضارة كحضارة، تحدثوا عن الحضارة وفي مجال الحضارات لا تعد الآجال بالسنوات لكن تعد بالقرون وبعشرات السنين. الرأسمالية في احتضارها تخبط في أزمات
حضارة تموت وإلى جانبها الشراكية شيوعية تميت تقتل تسفك الدماء، والإنسان يئن تحت وطأة هذا الكابوس الجهنمي جاهلي. والإسلام عندما نتحدث عن الإسلام كرسالة لتحرير الإنسان يجب أن ننظر أبعد من مجلسنا هذا، أبعد من مدينتنا هذه، أبعد من قطرنا هذا، أبعد من الإسلام جاء ليحرر الإنسان، كل الإنسان في الأرض كل الأرض وفي الزمان كل الزمان. كان رسالة التحرير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدا إن شاء الله في الغد القريب سيكون الإسلام هو الحل لمشاكل البشرية. وإن بعض عقلاء القوم من مفكري الجاهليين أخذوا يرجعون إلى الإسلام يلتمسون منه ما فقدت الإنسانية جانب الربانية، فإن الجاهلية في القرن العشرين ينشي وجود الله، ومن فلاسفتهم وتقرؤون ما كتبه في السنة الأخيرة زعيم من زعماء الماركسية دار وجال جولة طويلة ثم رجع إلى الإسلام يستقبل الإسلام ويطلب الحل من الإسلام، هو روجي جاروجي الفرنسي، كان زعيما من زعماء الشيوعيين وفيلسوفهم الأكبر في فرنسا، ثم رجع الآن يكتب كتابا سماه الوعد أو الوعود الإسلامية، وكتابا في نفس السنة اسمه الإسلام يسكن مستقبلنا، وينادي فيه الناس جميعا أن ينظروا إلى الإسلام بعين الإكبار التي يستحقها الإسلام. لا يزال هو في الطريق، فالله عز وجل أن يهدي لهذه الأمة من ينصر بهم دينه. لا يزال في الطريق، هو معجب بالحل الإسلامي كحل لمشاكل المجتمع والسياسة، لكن النقطة الأساسية والمنطلق لما يهتدي إليها إن شاء الله هداه هو أن الله خلقك وسيميتك ثم سيبعثك ثم سيحفظك إما إلى جنة وإما إلى نار، فاختر ما تختار. هذا لما يكتشفه حضارة المادة سواء من الرأسمالية المجرمة أو الاشتراكية السفاكة، هذه الحضارة المادية قائمة على نفي وجود الله، ثم قائمة على كبت الإنسان إما بالتحرر الفردي كما هو في عند الرأسمالية، وإما بالكبت وهو الضغط، الضغط على حريات الناس وتسييرهم كالقطيع المأمور. جاهليون يقولون حرية الإنسان أن يكون حيوانا تصرف كما يشاء، هذه أمريكا وأتباعها وتلامذتها بين ظهراننا الذين أفشوا فينا الفساد. والجاهلية الأخرى الشيوعية الاشتراكية تقول حرية الإنسان أن يكون جزءا من آلة اجتماعية تمتين. على هذا المستوى يجب أن يكون جهادنا، لكن نبدأه من أين؟ نبدأه بالتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن حدنا عن كتاب الله لحظة وعن سيرة مصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الميامين المجاهدين، إن حدنا عن ذلك لحظة وقيل أنمله فمسارنا إلى الهلكة وإلى الضياع والضلال، فلذلك نرجع إلى ذلكم العهد الطاهر النير، نستملي منه العبرة والمثال والقدوة.
قال الشيخ محمد يوسف الكندهلاوي مؤلف بجامع ومصنف كتاب حياة الصحابة، ومن هذا الكتاب في مجالسنا هذه نقرأ مواقف جليلة. شكر الله تعالى هذا الرجل وجزاه عنا خيرا وجدد عليه رحمته وعلى علمائنا جميعا وعلى مصلحنا وأئمتنا وصالحنا. قال أخرج أبو نعيم في حلية عن عثمان قال لما رأى عثمان بن مضعون رضي الله عنه ما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة، قال والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من الأذى والبلاء ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي. سيدنا عبد الله بن مضعون ككل الصحابة رضي الله عنهم كانوا في فترة أو أخرى من حياتهم اضطروا أمام اضطهاد المشركين في مكة، اضطروا إلى أن يدخلوا تحت حماية أحد كبراء قريش. هذا حدث لأبي بكر، هذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الطائف فدخل مكة في حماية المطعم بن عدي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا المطعم الذي كان يحسن للمسلمين مع أنه ما أسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد غزوة بدر لو سألني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لو سألني المطعم بن عدي في هؤلاء الأسرى لسرحتهم له، كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ذلك الرجل مع أنه كان مشركا. في فترة أخرى من حياة الصحابة اضطر بعض الصحابة أن يدخلوا تحت حماية بعض المشركين، وهذا حدث أيضا لمهاجرة الحبشة عندما رجعوا من الحبشة الرضعة الأولى. فإذا سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه قال والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل الدين يلقون من الأذى والبلاء ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي. يريد رضي الله عنه وأرضاه وسلك بنا ذلك المسلك القوي، ذلك المسلك الشجاع، ذلك المسلك الجهادي. أبى إلا أن يشارك إخوته فيما يصيبهم من سراء وضراء. هذا المثال يفرضه بعضنا لبعض عندما يعتري بعضنا الوهن، عندما يعتريه الشك، عندما يعتريه التردد، عندما تعتريه لحظة من هذه اللحظات البشرية التي لا يكاد ينفك عنها بشر إلا المعصومون عليهم الصلاة والسلام، لحظات الضعف البشري. نذكر نقول هكذا فعل الصحابة، وينبغي إخواني أن توصوا من معكم من الشباب بالتشبث الكامل المطلق بخطاب الله وبسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك إن اعتراك ضعف وقرأت تلك السيرة الجهادية العطرة التي جعلها الله لنا لنتأسى بها فرعانما تستعيد شجاعتك، فرعانما يستعلي إيمانك، فرعانما تجد في تلك الفئة النيرة الربانية تجد العزاء السلوة والنموذج الحافز على العمل. إن التفت إلى من حولك ووجدت ضعفاء فارجع لسيرة الأقوياء، إن رأيت حولك إسلاما لا يكاد يبين فارجع الإيمان قوي، إيمان الصحابة رضي الله عنهم، إن وجدت حولك من يخذل، من يتخاذل، من يتهاون، من يتردد، من يتراجع، فقرأ عليهم سيرة عثمان بن مضعون وأمثال عثمان بن مضعون. أعل الله عز وجل أن يجعل ذلك المثال جندا من جنده
جندا معنويا من جنده، تقوي به جأتنا ويربط به قلوبنا. قال: فمتى إلى الوليد بن المغيرة الذي كان في جواره، فقال له: يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك، يعني قمت بواجبك ووفيت بما تعهدت لي به، لكن الآن قال وفت ذمتك، قد رددت إليك جوارك، قد رددت إليك جوارك. قل خفر ذمته إذا أعطاه عهدا وميثاقا ووعده بشيء ثم لم يوف به، وفى ذمته أو وفى بها إذا أنجز له ما كان وعد. قال: الآن رددت إليك جوارك، معنى جوارك يقول هذا، كان العرب حينما يكون منهم السيد يقول هذا في جواري، يعني هذا تحت حمايتي. قال أي الوالد المغيرة: لما يا ابن أخي، أي لما ترد علي جواري؟ لعله آذاك أحد من قومي. قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله عز وجل، ولا أريد أن أستجير بغيره. فاتت لحظة الضعف البشري، فاتت تلك الضعفة، تلك الضعفة التي جعلت سيدنا عثمان المضعون يلجأ إلى أسباب أرضية لرجل من سادة قريش يحتمي به. فاتت تلك الضعفة ثم رجع للتوكل على الله حق التوكل، قال: أنا أرد عليك جوارك وأكتفي بجوار الله سبحانه وتعالى. ومن رضي بجوار الله ماذا يحدث له؟ لعله يحدث البلاء، لعله يموت، لعله يعذب، لكنه لمكان التوكل على الله يظهر له الأجر وترفع له الدرجات، ويكون أسوة لمن يأتي بعده، ويكون سببا لفضح المشركين وفضح الظالمين. يجب أن نفهم كل هذا. الواحد منا إذا كان يقول، وأسمع هذا الكلام، أسمع هذه اللغة وهي لغة تبرير، يقول: أنا أقوم بدعوة، أنا معي 5 أو 10 أو 100 أو 1000 أربيهم وأفعل كذا وكذا، فإن تعرض للعدو وقتل أو وقف فمن يقوم مقامي؟ هذا تكبر على الله عز وجل، هذا اعتداد غروري لله بالنفس. الله وكيل كل المؤمنين، والله وضعك حيث وضعك تقوم بالدعوة، لكن إن مت فالله يأتي بمثلك أو بأحسن منك. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، آيات كونية وآيات بشرية. فإن نفهم، لأن بعض ضعاف الإيمان يقول: أنا توكلت على الله، فما نصرني الله، نعوذ بالله، اتهم ربه، نعوذ بالله، توكلت على الله فأصابك ما أصابك، قل الحمد لله، اختار الله لي. لكن لا يعني التوكل على الله أن نترك الأسباب، فذاك تواكل وذاك جبن وكسل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيما يستعيذ منه من الجبن والكسل، يقول: الرزق على الله، وينام حتى نصف النهار، لا، بكر واتخذ الأسباب يأتيك الرزق. توكل على الله لا يعني هذا أنك تأتي للعدو وتعطي نفسك، تسلم نفسك، هذا يعني أن تبيع نفسك غاليا للعدو. إن أسكتوك يفضحون، تفضحهم، تكشف عن وجههم الحقيقة أمام الأمة. إن قتلوك يعلم الخاص والعام لما قتلوك، فإنهم عندما يشاءون، عندما يريدون أن يسفكوا دماء المسلمين
ينتحلون ويخترعون الأعذار، ذلك لأنهم ماكرون في الحساب السياسي، يحسبون ماذا ينتج عن حركاتهم ضد المسلمين. هذا ما كان فعل عبد الناصر. عبد الناصر إنما أراد أن يفتك بالإخوان المسلمين، جدد الله قوتهم ووحد صفوف المسلمين أجمعين، إنما أراد أن يفتك بهم، اختلق كذبة الاغتيال السياسي، دبر محاولة اغتيال بواسطة زبانيته، لبس الزرد كالكسوة الفولاذية التي لا يخترقها الرصاص، لبسه وأمر أتباعه عندما يخطب أن يضربوه بالرصاص، وسجلوا ذلك الخطاب وينشرونه، ولا يزالون اليوم حتى اليوم في ليبيا دائما يعيدون بث ذلك الخطاب لكي يثبتوا شجاعة البطل الاشتراكي القومي التقدمي. ضربه بالرصاص واستمر في الخطاب، أي شجاعة هذه؟ كان الأمر مدبرا، كان لعبا. وفي الأخير وعندما شاخ الرجل وراجع ربه، هو الجنرال محمد نجيب، راجع ربه سبحانه وتعالى وتاب إلى الله مما كان اشترك فيه مع تلك الشرذمة الطاغية الباغية، كتب في مذكراته يعترف أمام الله تعالى أن الأمر كان مدبرا، وأنه كان يعلم أن الاغتيال كان مدبرا قبل أن تقع الحادثة. فإذا نرضى بجوار الله، لكن لا نتهور، لكن نعرف قواعد هذه اللعبة الخبيثة التي يسمونها ديمقراطية أو تعددية أو الحزب الواحد أو إلى سائر هذه السيارة الشيطانية التي يخترع لها لكي يكمموا أفواهنا ولكي يكتموا أنفاسنا ولكي يوقفوا حركاتنا. قال الرجل فانطلق إلى المسجد، لا على عثمان بن مضعون يقول لي الوليد مغيرة، قل قال يعني مسأله هل أصابك أحد من قومي بسوء؟ قال لا، ولكني أرضى بجوار الله عز وجل ولا أريد أن أستجير به. فقال الوليد فانطلق إلى المسجد فرض علي جواري علانية كما أجرتك علانية. هذا شريف في قومه يريد أن يحتفل بشرفه، لأنه يخاف إن أوذي جاره أن يتلوث شرفه، هذه مروءة، ثم مروءة أراد أن يعلن للناس، قال هذا كان في جواري والآن يفعلوا به ما شئتم، يريد أن يتبرع كي يقول الناس آذوا فلانه في جواري الاحتياط كي يبقى الشرف سليما، ونحن يجب أن نأخذ الاحتياط الطرعي لكي يبقى إيماننا سليما أيضا. قال الراوي فانطلق ثم خرج حتى أتيا المسجد، فقال له الوليد هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري. قال لهم يا عثمان قد صدق، قد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني قد أحببت أن لا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره. ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة بن مالك بن كلاب القيس في المجلس من قريش ينشدهم، هذا لبيد معروف شاعر جالس مع قريش ينشدهم شعره، فقال لبيد ينشئ وهو ينشده ألا كل شيء ما خلى الله باطله، وهذا شطر من هذا البيت. ورد في الحديث أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أفضل كلمة قالها شاعر أو لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل، لأن الله هو الحق المبين، الله هو الحق المبين وكل ما شاء الله باطل.
فقال عثمان صدق إنها كلمة حق. ثم قال سائر وكل نعيم لا محالة لائل. فقال عثمان كذب، نعيم أهل الجنة لا يزول. أرأيتم كيف دشنا كما نقول بلغتنا، كيف دشنا هذا الصحابي الذليل جوار الله؟ أرأيتم كيف بدأ هذه المرحلة الجديدة التي انتفى فيها وارتفع فيها جوار الناس وجاء جوار الله؟ هل جاء الخوف بعد الشجاعة؟ هل جاء السكوت بعد الكلام؟ لا، وإنما بقي المجاهد مجاهدا. قال الشاعر كذب وعلى ملأ من قريش وسط القوم، وذكر لهم الجنة التي لا يؤمنون بها، فكان رجل دعوة حتى في اعتراضه على الشاعر، كان رجل دعوة فذكرهم بالجنة، لم يضع وقته، لم يضع لسانه في كلام فارغ، لم ينتظر، لم يسوف، قرر أن يعتمد على الله فبدأ. قال نعي كذب، نعيم أهل الجنة لا يزول. قال لبيد بن ربيعة يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث فيكم هذا؟ فأنا جئت عندكم من قبيلتي وأجالسكم ويؤذيني الناس. هذا رجل يشكو إنه يعتبر إهانة أن يقول له كذب، هذه إهانة، فهو يستعدي عليه قريش، يقول له من هبوا لي هذا وفعلوا به وانتقموا لي، وانتقموا لشرفي. فقال رجل من القوم إن هذا سفيه في سفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله، يعني فلا تألم من كلام هذا، سفيه لا يعتبر كلامه لغو. فرد عليه عثمان حتى ثري أمرهما، ثري يعني من الإسراء، نفس الأصل اللغوي، أي عظم وتصاعد، نقول بلغة العصر تصاعد الخلاف بينهما، شجار، بدأ الشجار وقال صغير ثم تصاعد فزايد في الكلام كما نقول بلغة البلية. فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها، لطم عين سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه فخضرها، تقول العرب اللون الأسود لون الأخلاق، سواد كانوا يقولون اللون الأخلاق، واللون الأخضر الذي نسميه نحن الأخضر يسمى لون سواد، سواد العراق كما يقول، سواد العراق يعني الأرض مخضرة بالنبات في العراق. خضر عينه أي سودها من ضربة تلك. والوليد بن المغيرة بن المغيرة هكذا النحو عنه ضعيف شوية، والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان. الوليد الذي كان زارا لعثمان كان يحمي عثمان، قريب يرى ما بلغ من عثمان، يرى ما أصاب عثمان. والآن اسمعوا هذا الحوار، حوار رجل مصمم على أن جوار الله هو الجوار، ما كان الثمن. فقال لعثمان أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية، أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية، يعني عينك لا تحتاج إلى هذا التعب وإلى هذه الخضرة وإلى هذه اللطمة.
ولهذه الضربة. لقد كنت في ذمة منيعة، لقد كنت في ذمة منيعة، يعني عندما كنت في جواري ما كان يقدر أحد أن يضربك ولا أن يلطمك. فهو يتشفى فيه وهو يحاول أن يرده من الاعتماد على الله الاعتماد على البشر، يحاول أن يظهر عظمته في قومه وسيادته، لأنه إن كان أوذي ثم يقول أنا أرجعت إلى الزوار فكف عنه، وهذا هزيمة منكرة للدعوة، لا للإنسان وحده، لا للمؤمن وحده، هذا انهزام معنوي، والمؤمنون لا ينهزمون في أي ميدان. وتذكرون ما كنا قرأناه في مجالسنا عن سيدنا ربعي بن عامر، وعن في حديثة بن محصن، وعن المغيرة بن شعبة، كيف كانوا في بساط غبطهم، وكيف كان الصراع الفكري والصراع في الدبلوماسي كما يسمونه بلغة العرب، كيف كان من قريب، وكيف ثبت المسلمون، وكيف عرفوا كيف يتصارعون في كل حلبة. فلو قبل عثمان أن يرجع من جوار الله إلى جوار البشر لكانت ردة من الردة، كان ارتداد ولا كانت نكسة ولا كانت هزيمة. فماذا قال الحبيب عثمان؟ قال: بلى والله، بلى والله إن عيني صحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله. إن عيني صحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله، هي إصابة المشرك يظنها إصابة رجل رسول أصيب في جسمه كما يصاب سائر الناس، لكن الصحابي عرف أنها تمتاز عن الإصابات العادية لأنها إصابة في الله، فهي في ميزانه يوم القيامة، وهي رفع لدرجته، وهي تربية له، وهي مثال يحتذى. ولا أدل على ذلك من أن هذا يتلى بقيا منذ إذن ونتلوه اليوم، وسيبقى يتلى إلى يوم القيامة، ليجعله الله تعالى رابطا بيننا وبين ذلك الجيل المجاهد من الصحابة رضوان الله عليهم، ولكي يكون لنا أسوة، ولكي يكون لنا تذكرة. قال: بلى والله إن عيني صحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله. فحبذا لو يذكر بعضنا بعضا وتكون رمزا في كلامنا، يذكر في بعضنا بعضا بذلك النموذج الخارج من الصحابة رضي الله عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم، يقول: عين عثمان بن مضعون إن أصابك ضربة أو لكمة علقوك في معاطن البوليس، عذبوك، جعلوا فيك كهرباء، حرقوا جسمك، ضربوك بالسياط، عين عثمان المضعون تحتسب عند الله، لا تعتدها إصابة مجردة، تربطها بالجهاد وخدمة الله. ثم يقول عثمان رضي الله عنه: وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد الشمس. هذه إجابة عن قول المشرك: لقد كنت في ذمة منيعة. الصحابي يقول: وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد الشمس. ثم قال عثمان بن مضعون رضي الله عنه شعرا: فإن تك عيني، فإن تك معنى فإن تك، هذا في القرآن وفي العربية معروف، إن جزمت كان في مضارع وجزمت فأخذف نونها، فإن تك عيني فبض الرب ما لها يدا ملحد في الدين ليس بمهتدي، فقد عوض الرحمن منها ثوابه، ومن يرضيه الرحمن يا قوم يا قوم تسعدي. فإني وإن قلتم
غوي مضلل سفيه على دين الرسول محمد. أريد بذاك الله والحق ديننا على رغم من يبغي علينا ويعتدي. ما أجمل وما ألطف. وكان الشعر كما تعلمون كانت هي خير الكلام عندما يتحارب العرب، والعرب أصحاب الفضاء عندما يتحاربون حربا متوسطة هكذا يتحاربون في الكلام، يتحاربون بالكلام بالنثر. لكنه عندما يركبون خيول الحرب اللفظية يأتون بشعر، فهو جاءه بشعر. ونجد قصيدة أخرى يذكر فيها الإمام علي بن أبي طالب ما حدث لعثمان بن مضعون، نقرأها في مجلس المقبل إن شاء الله عز وجل. أخوتي، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يلحقنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وأن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد.